توقع تحول طقس يوم غد الأربعاء. غادي تكون مرور سحب عابرة مرفوقة بأمطار وزخات مطرية أحيانا عادية فوق شرق الواجهة المتوسطية والريف والسيس والمنطقة الشرقية والأطلسي الكبير والمتوسط والسفوح الجنوبية الشرقية. خلال الليل والصباح غادي تشكل سحب منخفضة بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، حيث يحتمل تكون مصحوبة بكتل ضبابية، فضلا عن ظهور سحب منخفضة كثيفة نوعا ما بالسواحل الوسطى، فيما غتكون السماء صافية إلى قليلة السحب وعموما بباقي ربوع المملكة. الآن خليكم على درجات الحرارة. بالنسبة لطنجة وجدة غادي يعرفوا 18 درجة، 19 درجة في كل مدينتي فاس والرباط، 18 في الدار البيضاء، كذلك مدينة مكناس، 19 في مراكش، وكذلك أكادير، 21 درجة في العيون و22 درجة في مدينة الدخلة. الآن خليكم مع توقعات أحوال الطقس لهذا الأسبوع. شوف تيفي جابت لكم الجديد لابليكاسيون موبيل، واللي جات بين يديكم مجموعة من الامتيازات، أجيو نكتشفوها. التطبيق ديالنا شامل، كيضم التلفزة الإلكترونية، الجريدة الإلكترونية، شوف سبور، المرأة تيفي وأسبوعية المشعل. آخر المسجدات كتوصلوا بها مباشرة من كتأنستاليو التطبيق ديالنا، والأكيد أنكم كطرحوا السؤال ديال كيفاش نحصلوا على هذا التطبيق. زوار ديالنا اللي عندهم الأندرويد يكفي أنكم تدخلوا البلاي ستور وفي لابار دو ريشيرش تابيو شوف تيفي وهي الابليكاسيون عندكم. جديد الأخبار وسكوبات بالصوت والصورة، البرامج، حوارات وريبورتاجات كلها متوفرة في الابليكاسيون شوف تيفي. وبلا ما نساو التطبيق ديال شوف سبور اللي غادي يطلعكم على أخبار حصرية ومثيرة في عالم الرياضة بالصوت والصورة. شوف تيفي، آخر الأخبار بين يديك بسامبل كليك.